من يومين في حوالي 50 شاب من شباب مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين في الخارج والمعروف باسم ميتسي زاروا المتحف المصري الكبير، وده عشان يتعرفوا على حضارة أجدادهم المصريين وعلى المشروعات القومية كمان اللي بتتم على أرض الواقع. احنا معنا دلوقتي على الهاتف الشاذلي المهندس مينا مكين، المسؤول التنفيذي بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين من الخارج، عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. بنرحب بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح النور عليكم. اهلا بيك. يعني أهلا في البداية حابين حضرتك تعرفنا أكتر عن جولة شباب الدارسين والباحثين المصريين بالخارج في المتحف المصري الكبير، حابين نعرف كمان كواليس هذه الزيارة يا فندم. أكيد هتكلم أولا عن إيه هو ميتسي. ميتسي ده مركز اتعمل في 2021 بالهدف إن احنا ساعتها إن احنا كنا نجمع الشباب المصريين اللي بيدرسوا بالخارج. طبعا بأهم اهتمام الدولة بالشباب المصريين كلهم سواء بالداخل أو بالخارج، قلنا إن احنا نبدأ بالدارسين بالخارج إن احنا نستفاد منهم، وبرضه إن احنا نربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم. جينا في الاستراتيجية الجديدة للمركز ميتسي، قلنا ان احنا نوسع، مش بس ان احنا نركز على الدارسين بالخارج، بس ان احنا برضو نركز على جزء مهم جدا اللي هو الباحثين والعاملين بالخارج. ان احنا نقدر نستفاد من دراستهم وخبراتهم في شركاتهم، وايضا ان احنا برضو نضمهم للفعاليات اللي بتحصل هنا في مصر وبنعملهم برضو في الخارج. قمنا من يومين بالزياره للمتحف المصري الكبير بالهدف ان احنا نشوف ايه الجديد اللي بتعمل في مصر، واكبر متحف موجود في العالم. ده حاجه طبعا شرف بالنسبه لنا ان احنا نبقى موجودين طبعا بحضور معالي الوزيره، وقلنا ان احنا عايزين نوري الشباب طب ادي المتحف المصري الكبير حاجه نقدر ان احنا لما نرجع انا راجع انجلترا اللي راجع المانيا نقدر نتكلم على فعلا ايه اللي بيحصل في مصر. طبعا العظمه اللي موجوده عندنا في مصر طبعا ضد الافعاءات الكثيره اللي بتتقال والمؤامرات الكثيره اللي ضد بلدنا، فاحنا عايزين نوري الصوره الحقيقيه لمصر. عظيم. باشمهندس مينا، انطباعاتهم ايه عن الزياره دي؟ بص انا عايز اقول لك الناس كلها كانت منبهره، يعني انا شخصيا ما كنتش متخيل، انا اول مره ازور المتحف، وظلنا متاحف كتيره في مصر وحتى في بريطانيا، لان انا عندي المتحف البريطاني اللي هو فيه حاجات كتيره من مصر، بس لا الشوكيس المنظر الاركتكتشر الديزاين الاحجار، لا يعني حاجه بجد حاجه تشرف ان احنا يبقى عندنا كده في مصر وجوه القاهره حاجه فعلا بتوري ايه هي الحضاره المصريه. وكلهم كانوا مبسوطين جدا 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 ان احنا اصلا جت لنا فرصه ان احنا نطلع نعمل مهرجان، ومنتظرين طبعا الافتتاح الكبير ان شاء الله قريب. طيب حابه اعرف من حضرتك يا فندم، يعني الشباب الدارسين بالخارج او حتى العاملين بالخارج اللي تم التواصل معاهم، رؤيتهم ايه عن مصر؟ او حتى يمكن لما بيبقى فيه تواصل بينكم وبين بعض، ايه الروح اللي موجوده؟ هل اختلفت قبل الزياره لما بعد الزياره؟ عامه من كام سنه قبل ما يبقى كان عندنا مركز، وحتى في بدايه المركز من ضمن الاهداف المركز ان احنا طبعا نربط الشباب المصريين بالخارج بوزاره الهجره بالدوله المصريه، ويبقى في دور زي ما سياده الرئيس دايما بيهتم يبقى في دور للشباب المصريين دور بالداخل وبالخارج. قلنا ان احنا عايزين نبعد عن الاشاعات اللي كنا بنسمعها هناك، نسمع كام ولما نشوف فيديوهات بص المطر نازل في المتحف والناس بتقول ان السقف واقع وحاجات ثانيه. لما رحنا هناك وسالنا الاسئله دي بنفسنا طبعا اخذنا الاجابات من مصدر، فبنقدر ان احنا نقاوم الكلام اللي بره ونصور مع السوشيال ميديا، مش بس عشان نوري المصريين اللي بالخارج، بس برضو من السوشيال ميديا عندنا نقدر نوري الاجانب اللي بره ايه هي مصر بجد. من ناحيه ان احنا نقرب من بعض، طبعا يعني في شباب كتار جدا جداد جم لسه طالعين يدرسوا في دول مختلفه او يشتغلوا في دول مختلفه، فلما بقى في ناس اوريدي بيدرسوا او بيشتغلوا في البلاد المختلفه دي يقدروا انهم يتكلموا معاهم على خبراتهم هناك، يوصلوهم بالمجتمع بتاعنا هناك. يعني احنا كمركز ميتسي حاليا عندنا ممثل للمركز في 20 دولة، وطبعا البلان ان احنا نكسباند يبقى عندنا ده في الكلام ده ان شاء الله من بداية الاسبوع اللي جاي، فنقدر ان احنا ندي خبرتنا اللي هم لسه طالعين يدرسوا او يشتغلوا، وطبعا بنوسع الكوميونتي بتاعنا، يعني احنا اسرة كبيرة للشباب المصريين بالخارج. طبعا عظيم جدا. احنا شباب الباحثين والدارسين المصريين اللي موجودين في الخارج كلهم طاقة وكلهم عندهم ما يقدموه للمجتمع، ازاي من الممكن احنا نستفيد من خبراتهم وتجاربهم
في مختلف المجالات والقطاعات. ما هو ده الهدف الكبير، ان احنا دلوقتي نشوف يعني حاليا بنعمل ديتا كولكشن وبنسجل من اول وجديد. طبعا يعني احنا اصلا كنا بنعمل ويب سايت جديد للفيز الجديد بتاع ميسي، لقيت معالي الوزيره واحنا قاعدين في وسط الشباب، طب يلا بقى مش هنستنى نعمل ويب سايت، اعمل جوجل فورم دلوقتي ولم الشباب خليهم يدوا اقتراحاتهم. وبرضه عايزين نفهم مين شغال في شركه ايه، مين بيدرس في مجال ايه. يعني انا مثلا انا بعمل دكتوراه في تطوير التكنولوجيا وخد سكك الحديد ومركز على التوبيك بتاع مصر، عشان كنت شغال في تيم قبل كده في الهاي سبيد ريل واي، في زي كتير جدا يعني انا اكتشفت ان في زي كتير. ونقدر ان احنا فعلا نستفاد من خبرات الناس، يلا تعالوا بقى خش اشتغل مع وزاره النقل، خش اعمل توبيك مع سيمنز، نحن بقى افكارك طبعا كل واحد دارس او عنده توبيك اكسبرت فيه نقدر ان احنا نسيب الدوله. طيب يعني باشمهندس احنا بنتكلم دلوقتي عن رواج السياحه وعن حتى فكره انه مره اخرى نعيد اهتمام او نغير نظره الشباب المصريين بالخارج ان كان العاملين او حتى المصريين اللي ولدوا بالخارج وعاشوا في الخارج. عايز اعرف من حضرتك ده ازاي يؤثر على فكره الترويج ان كان للسياحه المصريه او حتى فكره افاده مصر في اي مجال من المجالات. يعني حضرتك اتكلمت دلوقتي عن فكره مشاركتهم مثلا في اي مجال هنا في مصر في كل المجالات او كل القطاعات، لكن لو هنتكلم عن المشاركه الفعليه او التاثير الفعلي ليهم. احنا مخططين ان احنا زي ما عملنا رحله للمتحف ان احنا نزور اماكن ثانيه مختلفه ونشوف بنفسنا ايه اللي بيحصل في مصر. يعني احنا طبعا عايزين نروج للسياحه ومصر فيها كتير جدا ممكن نتكلم عنه للعالم كله. يعني لو حد قال ايجيبت الون ذاتس مور ذان انف، بس احنا عايزين فعلا الشباب اللي هنا يعني كل ما وموجودين في مصر ان احنا ناخدهم على رحلات بننسق مع الشركات المختلفه او الادارات المختلفه اللي موجوده جوه الدوله ان احنا نوري الشباب المصريين بالخارج ايه هي مصر بجد. وبنسمع منهم هم عايزين تعملوا ايه؟ نعمل سيرفي، انتوا عايزين تشوفوا ايه؟ ايه الموضوعات اللي عايزين تتكلموا فيها؟ ايه الاماكن اللي عايزين تزوروها؟ وبالهدف طبعا من الكلام ده ان احنا نروج لمصر الحقيقيه، مصر الجميله بتاعتنا، ويا رب يعني الشباب يبقوا لهم دور اكبر واكبر في الدوله. طيب اخيرا يا باشمهندس عايز اعرف من حضرتك بتتواصلوا او بتتواصلوا ازاي مع هؤلاء الشباب؟ هل مثلا بيكون في لينك او ويب سايت هم اللي بيتواصلوا معاكم، ولا بيبقى في انتوا اللي بتستهدفوهم؟ يعني بيحصل ازاي هذا التواصل؟ وهل في يعني توصلتوا خلاص الزياره الجايه هتكون امتى او هتكون فين؟ احنا بنوصل للشباب من اولا عاملين واتساب جروب، فالواتساب جروب ده الكوميونتي الاكبر للشباب. وفي كل دوله في واتساب جروب لماتسي، وعندنا طبعا برضو انستجرام وفيسبوك وعاملين لينكد ان قريب عشان الباحثين. وبنزل كل المعلومات عن الايفنتات، معلومات عن مصر على الانستجرام بتاع ماتسي ايجيبت. وطبعا كل ما يبقى في حد انا عارف حد بيدرس في انجلترا فبقول له على ماتسي، اللي عندنا الممثلين في الدول المختلفه، الشباب نفسهم دلوقتي بيلاحظوا ان ماتسي بقى مش بس خروجات، لا ده احنا لو في زي في ازمه تركيا او حصل في السودان بيلاقوا ان في وزير على طول بتتصل بيهم، ان الدوله بتهتم بيهم، فعلى طول هم يعني بينقلوا الكلام ده للشباب الموجودين معاهم، فاوتوماتيكلي بنلاقي ان المركز بيتوسع. وطبعا بجهودكم معانا وعن المركز واهتمامكم وعن ماتسي بنقدر نوصل برضو يعني لعدد كبير من الناس. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس مينا ماكين المسؤول التنفيذي بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج.